بكم الناس الكل 4 و9 دقائق نرحبوا بكم ونرحبوا بالناس اللي اختارت لي زوند نتاع اي اف ام احلى راديو باش تابعنا وزاد كيف اللي اختاروا لي فريكونس نتاعنا واللي اختاروا زاد باش يتابعونا من خارج حدود الوطن والا على اي اف ام تي في. موعد مجدد من سبور سيف كالعاده برشا اكتواليتي موجوده عندنا اليوم باش تكون اليوم تدخل بعد ليميسيون اللي كانت البارح وكان ضيفنا حاضر معاذ بن زيد العضو الجامعي واللي تقدم في قائمة مراد المسيري اليوم حق الرد لعضوة جامعية السيدة ليلى زراعة اللي باش تدخل وتجاوب معاذ بن زيد. هذا كيف يوسف الفوزاعي اللاعب الشاب اللاعب المتميز حاضر معنا ضيف اليوم شرفني ومنورني كيف باش نحكيه مع محمد عبيدة هو صحفي رياضي نحكيه معه على نهائي كوبا أمريكا وردة فعل نيمار تجاه البرازيليين. نعرفوا ديجا حكيت قبل شوية في اي اف ام سبور قلت انه نيمار متغشش برشا على جماهير البرازيل اللي في الفينال فينال كوبا امريكا باش يشجعوا الارجنتين كالعاده. زاد كيف حكايه الكره مع قيس بنينه نحكيوا على اللاعب اسمه نيتزر هو لاعب الماني اكثر تفاصيل باش تقاها مع قيس بنينه. هذا كل كما قلنا في سبور سيف من توا حتى الخمسه نتاع العشيه. انتم تسمعوا في سبور سيف على اي اف ام احلى راديو. نبدأ بالكرة اليد. البارح كان حاضر معنا معاذ بن زايد العضو الجامعي حكى على البوليميك الكبيرة اللي صايرة في انتخابات كرة اليد وحكى قال برشا كلام قال انه فما تدليس قال انه فما برشا حاجات معنا تحكيهم. على ذلك تحضر معنا عبر الهاتف السيدة ليلى زراع اللي العضوة الجامعية السابقة والعضوة اللي موجودة في قائمة السيد كريم الهلالي. مدام ليلى مرحبا بك. مرحبا بك حمزة مرحبا بالسادة المستمعين نتاع إذاعة إي إف إم. مرحبا بك مدام ليلى. مدام ليلى خلينا نقولوا حابين يكون معناتها الاستضافة ولا الانترفونسيون تاعك اليوم نحكيو على مصلحة كرة اليد على لم الشمل على كل ما يخدم كرة اليد لكن مالوريزمون اليوم فما عركة في الانتخابات أخذ ورد بين قائمة كريم الهلالي وقائمة مراد المسيري. معناتها كنت سمعت الانترفونسيون تاع معاذ بن زايد البارح شنو ردك على اللي قالوا معاذ وطلبتوا حق الرد بيان سور وذايا من حقكم وذايا معناتها مسموح ومكفول به في سبور سيف. شنو رأيك في اللي قالوا معاذ البارح خاصة ناخذوها بالنقطة تحب مدام ليلى؟ اي تفضل ما حتى مشكل انا حبيت الرد على الاتهامات هذه نعلم الراي العام والعائله الموسعه لكرة اليد معناها على اتهامات خطيره كمان مش معقول ان نتهموا العبيد بالتدليس بالصفه هذيك. وحبيت ان نوضح حاجه انه احنا بالنسبه لينا مش عركه راي. احنا طالبين نمشوا الانتخابات سهله العمليه معناها وتعرف اني ما نحبش نرجع انا للموضوع اللي صار في 7 مارس وكيفاش تخفيوا معناها تعلن عليهم وكيفاش معناها الموضوع هذاك اللي دخلت فيه الاتحاد الدولي ودخل فيه الكونفدرالية الافريقية ورجعنا لتسعة جويليه معناها واحنا معناها مالغري بون في قانون معنا وفصل 25 وفصل 48 خلينا ناخذ بالنقطة أنت قلت القانون معنا مدام ليلى معناتها لكن اليوم الاتحاد الدولي كي وصلت وقف الانتخابات أول حاجة ثم ثاني حاجة قال أعطى للجنة والأعطى بعث النائب الرئيس متاع الاتحاد أو رئيس الاتحاد الإفريقي ريمو اللي كان حاضر لنا في تونس قال تتعاد الانتخابات وأعطى اللجنة المستقلة. اللجنة المستقلة رفضت في مرة أولى قالوا أنه فما خطر معناتها بعتوا على المواعيد متاع أنكم تهبطوا فيها القائمة متاعكم ومن بعد طلعوا حاجات أخرين كل مرة نسمعوا حاجة جديدة. هو أنا أنش نجاوبك فيها. احنا وقت اللي معناها مشينا للاتحاد الدولي وبعثوا في أريمو جا لهنا وخذا الموضوع بجدية معناها وسمع الأطراف الكل معناها اللي مقدمين الاستاذ الكل ومن بعد قرروا توخير الانتخابات واخر الانتخابات التسعة جويلية وقعدنا احنا نستناو معناها في اللجنة تحكي اللجنة المستقلة للانتخابات. اللجنة المستقلة للانتخابات من المفروض تكون منتخبة قدام في جويلية 2020 في المستير في الاسامبلي جينيرال من المفروض تكون منتخبة اوغ الجمعيات الكل رؤساء الجمعيات الكل اللي كانوا حاضرين ولي جورناليست اللي كانوا حاضرين ومنهم دايوغ زميلكم سي منير الزويبي كتب اللي عمرهم تحيه ليه كما قلت عمرهم ما جبدوا الموضوع هذا ولا جبدوا الاسم تاع الشخص هذا ولا حكاوا عليه هكا تعدى مره الكرام قالوا سي ايمن شكيبه هو اللي بيشرف اللجنه هذه ما نعرفوا حتى شيء لا معناها الناس هذوما ما انتخبوش. الحاله الثانيه لجنه الاستئناف اللي خذت القرار هو بيده معناها
اللي كان في لكن في لكن قال معناتها خاطر في في البوان هذه معناتها ديما نتفاعلوا مع بعضنا مدام ليلى من حقك خاطر يقول انه السيده هذه معناتها سي ايمن شتيبه كانوا بروبوزي ثلاثه اسامي معناتها تمت معناتها تنحيت زوز اسامي قالت ايمن شتيبه وهذا كل مسجل عن عند عادل المنفذ محلف هذا اللي قالوا ديما مانيش انا نحكي راه هذا اللي قالوا معاذ بن زيد هو مسؤول على كلامه زيد ورينا نورونا ما سالش نورونا احنا طرف ولا لا احنا من المفروض احنا طرف ولا لا بيانسور نتنوروا من المفروض حتى في الاستئناف معناها باش باش ناخذوا محامي معناها باش يتفاوض فهمت معاهم ما صارش معناها قعدنا دو رابور اون رابور معناها احنا نبعثوا في رابور وهم يرجعوا في رابور ونعلموا باغ ميل معناها الاطراف الكل هذا من المفروض هو حتى في القضاء هو توا محامي يعرف خير مني بتاتخ حتى في القضاء معناها عندك حق الرد حق الرد ترد وتمشي معناها تبعث تكتب المكتوب اللي باش تكتبه وتاخذ حقك في التفاوض ما صارش هذا على خاطر من المفروض وقت اللي تكون محايدين انتوما وتكونوا معناها مستقلين وكل تعاود على طرف الكل. باهي انا نحب نسال سؤال مدام ليلى لانه في وقت سابق معناتها السيد كريم الهلالي وفي تدوينة على الفيسبوك قال انه السيد ايمن شتيبه من خيرة ما فما وانت لها علاش تبدل هذا اليوم الكل؟ لا على خاطر احنا دو توت لي مانيير سالنا ومشينا على اساس اللي السيد هذايا محايد واللي السيد هذايا معناها قاضي معروف ونتصور معناها باش يعطي حق حق الناس وهذا مشهود ليه خارج من خارج كرة اليد معناتها ايمن شتيبه لعبت الكل معناتها تشهد بالكفاءة نتاعها تشهد بالمنظمة ما نكرتش فيه انا شخصيا ما نعرفوش وما نكرتش فيه انا من بالنسبة لي انا قاضي يلزم يكون محايد ويلزم يكون مستوي معناها ما عندي حتى مشكلة اما انا بالنسبة لي احنا مشينا دون لي ديلي على خاطر القانون 25 بالفرنسوية و48 بالعربي يقول لك انت ما تفكر الانتخابات كان 15 يوم من بعد قبل معناها الانتخابات وما تحسبش نهار الانتخابات اللي هو 7 دونك 6 تحسب من 6 مارس حتى نجيو 20 فيفري 20 فيفري يتيح نهار سبت فيري ونهار لحد فيري دونك نهار لوفغابل اللي لندي هذاك نجمو ندخل نصبوا فيها اوراقنا ذوكم يوليو معناها 15 يوم صبينا اوراقاتنا اوراقنا ما فيهم حتى شك وحتى والغريب في هذا انه كي ما لقاوش معناها القاوش معناها مشاو في معناها في حاجات اخرى معناتها في حاجات اخرى قالوا انه فما تدليس خلينا مادام هاك معنا ليلى زران نسمعوا معاذ بن زيد شنو حكى في الموضوع هذا البارح. فضيحه كبيره اليوم في العمليه الانتخابيه فما شخص لم يكن منتميا للهيئه المديره للنادي سنه 2019 والسنه هذيك كان ضروريه باش يكمل المده الدنيا اللي ترشح بها وتكون عنده تجربه الدنيا وثبت لانه تحصلنا على الجامعه التونسيه كره اليد على الملف القانوني لذلك النادي مؤخرا وطلبنا في طلباتنا في الاستئناف انه اللجنه تطلع وتقارن الكومبوزيشن اوفيسيال القائمه الرسميه اللي تحصلت عليها الجامعه من وزاره شباب ورياضه مقارنه بما قدمه هذا المترشح وناديه. تعرف شي طلع سي حمزه؟ انه هذا الشخص لم يكن سنه 2019 عضو في الهيئه المديره في التصريح اللي قدمه في القائمة اللي قدمها هو أو من هذا الشخص المترشح ونديه تعمد وتغيير بيانات قائمة رسمية وإقحام اسم هذا الشخص الذي لم يكن موجود في هذه الهيئة واليوم أنك اليوم تمس وتحرف وثيقة رسمية هذا عنده تبعات كبيرة والملف هذا منشوفه بالنسبه وهذا يبقى كلامك سي معاذ حتى ما انت ولا لا وكلام اللجنه الوطنيه للاستئناف كلام اللجنه الوطنيه في قرار 49 ممكن راهو خرج هو ويعمل فيديو شو اما القرار راهو بحيثيته منشور على الموقع الرسمي ومشي حتى الهياكل الدوليه والقاريه. هذا اكستريم اللي قاله معاذ بن زايد البارح معناتها اللي اتهم وقالك فما شبهه نتاع تدليس خونا فما تدليس قال لا مازال ما اثبتش الامر دونك فما شبهه. رايك مدام ليلى في الكلام اللي قاله بما انك انت بيدك حضرت واحنا نشهدولك بالنزاهه نتاعك ونشهدولك بنظافتك ومش من اليوم مدام ليلى زراع معناتها تاريخ في كره اليد انت بيدك حضرت الدوسيي نتاع لي كونديدا انت وقت اللي تمشي الجمعيه تبعث
معناها تمشي الشخص اللي يحب يقدم روحه. احنا شنو نطالبوا؟ نطالبوا شهاده تفسير ولا لا؟ منين ياخذها شهاده تفسير؟ ما ياخذها من الكتابه العامه للجامعه. الكتابه العامه للجامعه يمشي نمشي الكاتب العام. الكاتب العام تحت مسؤوليته هو اللي يخدم في الجامعه، هو اللي يخدم تحت رئيس الجامعه سي مراد المستيري ويخدم في الجامعه هذيك، دونك تحت مسؤوليته هو اعطاه شهاده تفسير يا اخي. والجمعيات هما اللي بعثوا للجامعه معناها لي رابور نتاعهم نتاع معناها نتاع الليجان نتاعهم، سيتادير البيرو نتاعهم لي بيرو نتاعهم. هو يقول هو قال البارح معناتها ممكن فما ليزيستوريك اللي معناتها اذا نحكيو على هيستوريك قديمه برشا ما يلقاش ليستوريك يولي يطلب هو من الكونديدا. هذا صغير، سي ان جون كادر بونكيغ صغير ماهوش قديم، وهكا الاوراق خرجناهم على المواقع الكل خرجناهم اللي يحكي عليهم. معناها من تتصور انت معناها كريم الولالي قاضي معناها ويخدم في القضاء وكل شيء، واحنا الكل الاشخاص اللي معاه ناس بعقلنا وناس معناها عندنا قيمتنا وقدرنا ما تفهموش في القانون، باش نرضاو باش ندلسوا باش يدلس باش نرضاو عبد مدلس اوراقه ولا ما ياخذ اوراق، هذه مش مسؤوليتنا احنا، هذه مسؤوليه الكاتب العام، كاتب حل تحت مسؤوليته هو، وعندنا احنا الاوراق نتاعنا الكل مديناهم دون لي ريغل دولار وفي الاوقات الكل، دونك هو توا يقول ينجم يشكي ويمشي به جزائي يمشي يشكي بالجمعيات الكل ما هو يمشي يشكي يا اخي. هو بركه ينجم يشكي، حتى احنا نجمو نشكيو راهو، مش معقول هذا راهو، هذا وقاعد نهار كامل يتبنك على عبيد معناها وقاعد يطعن في الناس وقاعد يقدح في العبيد وقاعد الناس كل معناها ما خلى حتى حد. مش معقول راهو الكلام هذايا، في غاب اللي قاعد يقول فيه اللي يعمل فيه راهو مش معقول. وحتى هو بيدو كي علم هو بالمفروض الساعة نرجع لك سي حمزة هو سي شتيبة خذا قرار تغلي ديلي طيح الليستة على لي ديلي، ما طيحش الليستة على في مرحلة أولى معناها على الأعضاء في مرحلة أولى أي يستينف، هذا في القانون ما عندوش حكم هو في يده باش ينجم يستينف، هذه حاجة. حاجة أخرى وكي لقاو موقفهم الرئيس في الأجيال مشاو في القائمة والأعضاء قاعدين يلوجوا في لي تيتبات هنا وغادي وكل شيء. بالنسبة لل أنا بيضا تعنى راهو احنا بيضا تعنى الاتحاد الأفريقي وأحنا مشيتوا لدرجة الدرجة الثالثة للتقاضي أنتم معناتها ديجا. نعم. مشيتوا للدرجة الثالثة للتقاضي. إي مشينا للدرجة الثالثة تعنا على الاتحاد الأفريقي وعطينا الدلائل تاعنا معناها وطلعنا وصلوا له وكاو. هل ديما السؤال اللي سألته المعاد نسأله لك ليك، إي اللي سألته المعاد نسأله لك ليك، هل هذا في صالح كرة اليد التونسية اليوم مدام ليلى؟ أنا جايتك ليه الشيء هذا، احنا اللي بيه قاعدين يا سيدي سيد هذايا من عام 16 او مش من تو من قبل عنده ديموندا اي ديموندا معاذ عنده ديموندا واحنا نهار كامل سيدي حاضر يا شكايه راهو مش معقول هذا نهار كامل هذاك عمل وهذاك عنده عليه دوسي وهذاك عنده مشكله معاه وهذاك ترشوه معناها احنا من نهار الاول وهذيك هي الحكايه نتاعنا معاه سيد هذايا وهو ما فهمش شنو الشيء اللي عنده ضد كريم جلالي، ما فهمتش شنو المشكله اللي بينه وبين كريم جلالي، السيد كريم جلالي هو اللي جابه للجامعه، 2012 شكون جابه؟ اسال روحه بربي انا نحب نسب. جابه كريم الهلالي لكن زكاته زكاها الترجي الرياضي التونسي، منو كان معناتها في الترجي الرياضي التونسي؟ عمره ما كان في الهيئه المديره نتاع الترجي الرياضي التونسي، ونسب هو السؤال هذا. مالا كيفاش تزكيه الترجي؟ كيفاش تزكيه الترجي؟ انا نعرف انا شخصيا انا من القدم ولا لا انا عمري ما نعرف السيد هذايا في الهيئه المديره نتاع الترجي الرياضي، نعرفه جماعه المديره ونعرفه جماعه الهوند بول ونعرفه سي قيس عطيه ونعرفه اللي قبله ونعرفه العباد الكل اللي كانوا سي منير الجليلي كان قبله ونعرفه العباد الكل، انا عمري ما ريت ما نعرف شنو يعمل في بوتيتر يخدم في الكوميسيون جوريديك بوتيتر يخدم في الكوميسيون ما نعرفش مش بوتيتر معناتها خدم برشا قضايا في الترجي وقتها لكن معناتها مانيش نحكيو على هيئه مديره ولا مش هيئه مديره. هو الشخص هذا انت شدت فيه صحيح اللي هو كريم الهلالي شنو اللي عمل لك؟ وعلاش هذا كله؟ احنا اللي به يعوز نخرجوا من المشكله هذه وندخلوا نحطوا اليد في اليد ونمشيوا في الاساس باش نعاونوا كره يد. انت احنا علاش رجعنا؟ احنا علاش رجعنا؟ علاش طلبوا منا جمعيات باش نرجعوا؟ علاش رجعنا لخاطر الحاله اللي فيها كره يد اكسيلمون شنو خرق العاده؟ مش خرق العاده كبار ياسر مش خرق العاده 2016 لتوا احنا شنو؟ ما
معناها نجحنا نجاح باهر في التسيير في الجامعه هذه اللي عندها مشاكل قد دراسي العباد مش خالصين ما عندها ديون قد باهر. تقول لي انت الكوفيد اي الكوفيد جات توا عامين التالي وقبل شوفهم نجاحات كبيره ياسر صاروا في الجامعه. معناها علاش ناس علاش طلبوا منا العباد باش نرجعوا ونجي واحنا علاش وعلاش باش نموت واحد كان باش يشدوش الجامعه الجامعه شدوها وقعدوا فيها مدى الحياه باش ولو مانيش باش نموتوا احنا سي با لا فان دو موند راه واضح ان شاء الله تتحل الامور هذه الكل خاطر كما قلت مدام ليلى وكما نقول انا ماهوش في صالح مش في صالح كره اليد اي تفضل اي مش في صالح مش معقول الزاده انت تحرم جمعيات ورؤساء جمعيات من الانتخابات شنو احنا باش ناخذوا من وين ناس اخرين ونمشيو كاين وحدنا يا اخي الانتخابات احنا بلاد تونس حره مستقله ومن 2011 لتوا نصبوا الانتخابات على الناس الكل واضح انا ما نتفقهاش في القانون لكن ديما معناتها تطيح قوائم معناتها تكون قوائم ناقصه تكون معناتها فما حاجات ماهيش متوفره فيها خاطر تحت قائمه هادي شناوي زاده في مرحله زاده عمل هذا الموضوع هذاك ما نشتوش خير على خاطر عيد تو كنت نتكلموا فيها القائمه هذيك الناس الكل تعرف الناس الكل تعرف ومش لازم نرجع عليها انا في هادي شناوي ما عندي بينه حتى شيء نحترموه سيد محامي يخدم على روحه كان مسؤول في حمام منوبة ونحترموا جمعية ديكا وكل شيء وانا البنات بارتيكوليرمون عندي حن عليهم عليها دونك هذاك مش لازم نحكيو فيه الموضوع على خاطر يأس واضح ان شاء الله تمشي للامور للحل ان شاء الله انتم خاطر ما انت باش تطعنوا وهما باش يطعنوا ان شاء الله هذا الكل ما انت في اي حاجه ولا انت كلك سوا يزيونا من الاتهامات والقضاء يزيونا راهو هي اتهامات متبادله راهو معناتها خلينا نحكيو مدام ليلى اتهامات متبادله انا توا انت وانت تعرف هو نقول على الملا انا من اكثر العباد اللي نحترمهم السيد كريم الهلالي لكن سي كريم الهلالي معناتها ديما في اللي فيديو نتاعو قاعد يتهم في جماعه اخرين مانيش نحكي على الاشخاص معناتها يقولوا فما اي مش يسمي مش يسمي يسمي في الاشخاص السيد هذا مش يسمي يقول فما ديفويت فما يتكلم هو يتكلم البارح نسمع فيه يتكلم على رضا المناعي يقول جوكر رضا المناعي يصير رضا المناعي راهو عيب عيب رضا المناعي اللي عمل نجاحات في كره اليد في تونس ما عملوا حتى حد صحيح راهو مش معقول السيد هذا ماشي توا باش يهز الوفد الرسمي نتاع تونس للجوز اولمبيك للعب الاولمبيك تخرج تتكلم تتكلم على شخص هكاك معناه بالقيمه هذيك عيب تتكلم في سياسيين بوذينا اللي قبلنا معناها ناس تقدروا عنده لا ما حكيش على ياسين بوذينا ما جبتش على ياسين معناتها ممكن في وقت فيها ولا معناها تتكلم في كريم الهلالي اللي خدم قبله ناس خدموا قبلك ناس خدموا قبلك وعندهم تاريخهم وكل مش بيه انت تخدم يا اخوي اخدم على روحك صح عليك صح ما قلت لك شيء واضح ان شاء الله هذا الكل لانه دهمنا الوقت عنا وقت الاشهار مدام ليلى ان شاء الله هذا الكل معناتها يتنحى ان شاء الله القائمه اللي عندها معناتها بصراحه تنجم تعطي للهوند اليوم هي اللي تكون على راس الجامعه التونسيه لكره اليد ونجنبوا التجاذبات هذوما الكل معناتها احنا نحترموا الاشخاص الكل معناتها كلك سواء السيد كريم الهلالي ولا السيد مراد المسيري زوز قائمات فيها من الكفاءات اللي نجم اليوم يعاون لكن اليوم ديما كما قلت انت خليه للجمعيات هي اللي تختار شكون اللي باش يقود على راس الجامعه. موضوع للمتابعه ما اسموش باش يتسكر الملف لانه ابارامون مازال مسلسل طويل برشا ولمن ستكون الاشراف لمن سيكون الاشراف على راس الجامعه التونسيه لكره اليد. يعطيك الصحه مدام ليلى الزراع على التدخل نتاعك وديما البلاتو محلول تنجموا تفضلوا حذانا لنا كل ما عندكم ما اضافات ولا عندكم حاجه جديده. احنا فاصل ونواصلوا مع ضيفنا يوسف الفزاعي. كل نهار سبت نشق العشوية مع بعضنا من الخمسة لهم مستمعينا مواصلين في سبور سيف على اي اف ام احلى راديو مواصلين مع ضيفنا يوسف الفزاعي. مرحبا بك يوسف. حمزة مرحبا بك خويا ومرحبا بمستمعي اف ام ومستمعي سبور سيف وبارك الله فيك على الاستضافة وشرف لي باش نكون بحديك هنا في الميسيون. انا سعيد برشا بما انك انت ضيفي اليوم سعيد برشا لانك لاعب متميز وللامانه معناتها لاعب على معناتها متخلق لاعب محبوب في كل الجمعيات اللي مريت بها وباش نرجعوا لهم بالجمعيه دونك نحكيوا عليك بعد الاحتراف السعوديه عملت باركور باهي في السعوديه اكثر من جمعيه لاعب رحاله ثم اليوم في الدوري السعودي. الحمد لله يعني واحد بعد التجربه اللي عداها في تونس الحمد لله يمكن انا من الجولات القليله اللي خرجوا على بكري يعني في الدوري السعودي بويسك
سبوز كل العدد تاع الاجانب درنيرمون يعني كبر في السعوديه الحمد لله جاتني الفرصه ما خممتش برشا ديريكت قصدت ربي باب رزق تحل الحمد لله ربي كنت على وتر تعديت يمكن جمعية الرابعة في السعودية عامي الرابعة إن شاء الله عملت رواز أكسيسيون لعبت في الدوري الممتاز هذا شرف لي باش نلعب في أقوى دوري في السعودية الحمد لله وإن شاء الله زي خير عملت فترة فراغ صغيرة بعد الإصابة اللي تعرضت لها مع الفيحة قعدت يعني تو بريسك 6 شهور 7 شهور ما ملعبتش بون ما مش ملعبتش ما قاعد نترين اما مانيش سو كونترا لقيت حاجة باية اللي باش ترجعني واللي باش تحطني على السكة مرة اخرى شوي ساتيسفي ان شاء الله وجاي خاصة ما انت في الحاجة ما انت في ما انت في الباساج متاعك في السعودية العدالة والعين السعودي ما انت حققت معهم الصعود اي عدالة والعين السعودي حققت معهم الصعود والفيحة زادة والفيحة زادة اللي بعد البليسيور خرجت منها ديجا اللي فسخت بعد الإصابة حققت الصعود زادة الحمد لله مبروك للناس اللي خدمت معهم وطلعنا مع بعضنا والحمد لله إن شاء الله جاي خير واضح الفرق مع أنت اليوم مع أنت بعد خلينا نقوله مدة ما بين العدالة العين الفيحة اليوم فريق الحالي هو مع أنت اللي أمضيت معاه عقد جديد نقول لك الف مبروك فريق الجندل السعودي معناتا اليوم ما بين الفرق هذوما هي احسن فتره اللي تعدى بها يوسف فزاع والله هو كل فريق وعنده احسن حاجه عنده حاجات تمتاز بها ويعطيك الصحه يمكن بالنسبه لي انا الفتره الاولى في العداله كانت بالنسبه لي انا فرت لا ما خممتش في امور ماديه ولا ما خممتش في امور اللي خممت باش نمشي غاديك باش نفرض روحي باش نعمل المهم اللي هو نعمل اسم غاديكا واللي نوري وجه باهي للاعبين التونسيين كانت مسؤولية كبيرة وباش نخرج روحي في صورة ممتازة اللي باش تخولي نكون موجود في 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 عامين وثلاثة سنين من بعده الحقيقة انت ربي مالجري اللي ما كانتش فترة باهية في 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 6 شهور الاولانيين مع العدالة في الدوري الممتاز ما نحكيش في العام الاولاني اما بالنسبه لي انا كانت اكسبيريونس مزيانه برشا 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 بويسك تلعب ونيفو معناتها على مين اكيد يعني تدخل تلعب سامحني ضد جيوفينكو اللي لعب مع بيرلو في اليوفي ولا في كيب ناسيونال ايطاليا ولا تلعب مع كاريو اللي يلعب تو في 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 كوبا امريكا في الكوبا امريكا مع البيرو حاجه كبيره برشا ولا غويلار اللي في كولومبيا ولا في في حاجه كبيره برشا برشا ولا نور الدين مرابط ولا برشا جوارد ما غوميز حاجه كبيره الحمد لله يا ربي اكسبيريونس فرحان بها برشا برشا وشوي ساتيسفي يعني بتاتر انا اوكي نلعب كوره وعندي لي كاليتي نتاعي مي فما جوارد اخرين عندهم كاليتي اكبر برشا من يوسف وزي ما لقاوش الفرصه هذه باش يلعبوا في جمعيات كيما هكا ولا في بطولات او نيفو كيما هكا ولا مع جوارد كيما هكا فهمت واضح نرجعوا للبدايات اللي برشا ناس ما تعرفوش اللي هي جمعيتك الام هي النادي الافريقي لعبت النادي الافريقي حد للجينيور النادي الافريقي جمعيتي الام فخر كبير ليا باش نكون متربي في جمعيه كبيره كيما النادي الافريقي نحب النادي الافريقي اليوم هذا وباش نقعد نحبها هذيك امي الثانيه وكما قلت لك انا يعني نفتخر اللي انا ولد النادي الافريقي علاش ما وصلتش مع النادي الافريقي معناتها من جونيور مشيت من بعد حمام لمف هكا معناتها كانت تجربه من جونيور مشيت حمام لمف علاش ما وصلتش معناتها في الاسبوار في السينيور باهي بالنسبه للنادي الافريقي ما وصلتش على خاطر وقتها كانوا فما جمعيات صغار ديما يعملوا الفورماسيون تاع لي جون فما جمعيات صغار تسميو عليهم اللي هما يعني اللي يخرجوا جواريات وقتها نحن عندنا بري فورماسيون في الكلوب افريكان ديجا من الجينيراسيون تاعي انا بريود هذيك التو اللحظه هذه ما قعدت حتى واحد فهمت ديما يجيبوا من غير ما نسمي الجمعيات اللي يجيبوا برشا في كل عام يجيبوا برشا بون انا ما خديتش فرصتي قررت يعني باش نشوف ثنيه اخرى اللي باش تخولي يعني باش ناخذ فرصتي باش نلقى روحي مرتاح واللي تخليني يعني نلقى ثنيه اللي نمشي فيها كيف ما نحبين واضح حمام لمف المهدية رجعت الحمام لمف بعد مشيت الجربة بعد مشيت
ممكن ممكن خلينا نقوله بلغتها اي صحيح الاسم اليوسف الفوزاي برز مع الملعب الجيبسي احسن بريود اليوسف الفوزاي صحيح ما جيش هيك ما جيش من فراغ جي بعد برشا خدمه صحيح معناتها مشيت للمهدي مشيت الحمام لمف مشيت للجربه بعدت شويه لكن رجع ومعناتها بين يوسف الفوزاي اللي مع الملعب الجيبسي اللي عنده مكانته وصلت ولعبته معناتها نحكيوا على الكاف معناتها اللي هي في تاريخ الملعب الجيبسي ما فهمش الحكايه هذه الحمد لله الحمد لله انا كي تقول لي الكلام هذايا وخرجت ومن بعد رجعت ومن بعديك مشيت وبعد طلعت الا وبعد رجعت للبي بالنسبه لي انا ما كنتش استابل فخر صحيت ما كنتش استابل ومش اي واحد ينجم يجيري الوضعيه هذيك خاطر فهم عباد كي ما تصبرش وما تتعبش وما تقاومش لي زوبستاك اللي تعداو بهم في حياتهم ينجموا ما يكملوش مسيرتهم الكرويه وديجا فهم برشا جوارات تقلق في ساعه تقلق وتخرج يعني من الكوره تبطل الملعب الجيبسي ملعب الجيبسي تورنو ملعب الجيبسي تورنو في حياتي بالمناسبه نشكر سي صابر الجماعي مالجري لي فما وقت من الاوقات تخلفنا في حاجات لكن اللحظه هذه يعني نتكلم انا وياه هو في مثابه خويا الكبير ودنيير مون زاد حكيت انا وياه وان شاء الله المشاكل اللي في الملعب الجيبسي خاطر الملعب الجيبسي تو تمر بوضعيه خايبه برشا اللي ما تستحقش باش تكون في الوضعيه هذيك ملعب الجيبسي مع سي لسعد الدريدي مدرب كبير مدرب نحترمه مدرب بالنسبه لي انا اللي احسن مدرب في تونس حالا مدرب وديكلاراسيون شهيره لسعد الدريدي يقول يوسف الفوزاي بصراحه بلاصته ماهيش في بطوله تونس والله شوف لك لاعب عنده كاليتي نحب نشكره بالمنبر هذا وان شاء الله هو زاد ربي يوفقه وان شاء الله ربي يعطيه على قد قلبه خاطر انسان باهي وطيب برشا ويحب جواراته اي سيرتو يحب جواراته وجواراته يحبوه على خاطر ونقولوا ولد ربط ودباب الله قريب برشا من الجواريت ما نجمش نفسر لك انا يمكن انت صحابتي وليد الهجري تو زاد وليد يحكي لك خاطر ديري موت قابلت انا وليد وجبدنا على سي لسعد الدريدي ان شاء الله ربي يوفقه وانا نتمنى له كل خير ان شاء الله في اقرب فرصه يلقى حاجه اللي 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 توري قيمته يعني الكمامي راني في فريق كبير معناتها تو كل يوم اللي هو نجم رياضي اكيد انا 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 لا اكيد كذا كما تفهمي فيه حد ما يدخل فيها ما نحب نشوفه يهز تيتروات خاطر البروفيل نتاعو نتاع انسان يهز تيتروات ويمشي لبعيد فهمت ينجم حتى ينورنا لبرا كسوا في الخليج كسوا في بلاصه اخرى مع فرق كبار وبعد مع الملعب الجيبسي كما قلنا مشينا عملنا مع سي لسعد زاده عملنا بيريود قويه برشا اللي لحد اللحظه هذه ما فماش جمعيه في الكاف وصلت ستة ماتشوات سكسيسيف ما خسرتش في الكاف اللي يمكن فما برشا عباد ما تعرفهاش خسرنا من بعد ستة ماتشوات خسرنا مع مازيمبي في الدقيقه 94 ويمكن ظروف المباراه اللي خلتنا خسرنا سينورا 94 واحد بلاش معناتها النتيجه ووقت مازيمبي في مازيمبي في لومباتش في لومباتش ومن بعد عملنا ماتش كبير لهنا مع سي لسعد الدريدي 2-1 وفات المباراه 2-1 وذاك التورنو نتاعي انا وقتها الملعب الجيبسي وقتها كنت باش نخرج قبل بعام ومن بعد كما خلانيش نخرج سي صابر الجماعي زاده ومن بعد كتب المكتوب باش مشيت لستاتيونيزيان وكا ومن ستاتيونيزيان اكيد جمعيه كبيره جمعيه باسمها اللي عليها برشا عينين ومن بعد الملعب التونسي كانت لك الانطلاقه نتاع الاحتراف نتاع الاحتراف في السعوديه نحكيو عن الملعب التونسي ملعب التونسي يحتفل معناتها نحكيو بعيد ميلاده عنده نهارين فريق كيما عطاه يوسف الفوزاي تشوف اللي الفريق هذايا عطاك انت اضاف لك والا لا والله الساعة مازال ما جبدناش الوراق الكل معناتها نحكيو بشوي بشوي يوسف والله الساعة شيء أسف كي نشوف الملعب التونسي فريق كبير فريق يعني مش أنا اليوم باش نحكي على الملعب التونسي ولا على تاريخ الملعب التونسي ويستنى في قرار الشباب باش يعرف روحه هل فما براج هل باش يرجع للرابطة بالرؤية للعيد والله كيما قلت لك مانيش أنا اللي باش نقرر يعني باش نحكي في الملعب التونسي ولا نحكي على الملعب التونسي ولا تاريخ الملعب التونسي وقت جيت أنا اليوم ولا حتى اي جوار اخر ولا الجوارات اللي طلعتهم
جورة كبار وسامة سلامي لسعد الدريدي وغيره 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 وجمال الدين الإمام. مانيش أنا اليوم يعني باش نحكي على الملعب التونسي، أما شيء أسف يوجع القلب كي تشوف فريق كيما كاكا عنده الإمكانيات الكل ويوصل للمرحلة ذيك، يعني مش حتى اليوم، من قبل ديو ديبا تهبط تطلع تهبط تطلع، عندها كبارات وعندها رجال وعندها ناس بقيمتهم اللي المفروض ما يخليوش الجمعية توصل للمرحلة هذه. فهمت؟ واضح. برشا جمعيات وصلت كما قلت انت، معناتها مدرسة كبيرة اليوم ملعب التونسي مالوريزمون توصل ليتا كما هكا. معناتها كانت عندك فترة صعيبة، معناتها رغم البرفورمانس اللي عملتها في الملعب التونسي كانت عندك فترة صعيبة، كانت عدت بصعوبات. شكون هم المدربين اللي مروا معناتها اللي دربت عندهم في الوقت هذاك؟ والله دربت سي محمد الكوكي وقتها كلمني، بالمناسبة نحب نشكره زاد هو خاطر وقتها كلمني ودرنيرمون زاد طلبني يسأل عليا وعلى الإصابة نتاعي، وكنت يمكن كان ما جاتش يعني طول شوية الإصابة كنت باش نكون معاه هنا في السعودية، اما مش ما كتبش المكتوب. كنت مع سي محمد الكوكي ومن بعد سي محمد الكوكي مع سي نبيل الكوكي. لعبت مع زهرك مع الكوكي في استاد فامي كوكي مع مش مشكله. باه نايس، نحكي لكم بعد شويه باش نحكي لك على شويه اسئله على الملعب التونسي وعلى الفرق وعلى مسيرتك ككل. ديكلاراسيون نتاعك قلت تونس صعيب نرجع وحاجه ونحيتها من مخي. بيان سور بيان سور، ابسط حاجه يعني تشوف عباد قاعده في القهوه في لي باريس سبورتيف قاعده تدخل فلوس من بطوله تونس وجواريد ما عندهمش باش ياكلوا في الدار. واللي خلى زاد خلينا نقولوا زاد فما جواريد اليوم تلعب في باريس سبورتيف. علاش فما جواريد؟ علاش خاطر فما شي فلوس هي. علاش كي انت سامحني جوار يقعد 4 و5 شهور و6 شهور ما يخلصش وعنده صغار في داره، وتطلب رئيس النادي ما يهزش عليك وتطلب مسؤول ما يهزش عليك وانترنور يتحط في موقف محرج بين جواريد وبين اداره، وكيفاش لا انترنور نجم يخدم لا جوار نجم يخدم؟ كيفاش انت ما بتحبوش يتلزم باش يعمل حاجات هذيا؟ تو انت راهو فما حاجات العباد البرا ما تشوفهمش. كي تسمع جوار تاع كوره، انا نعطيك جوار في الرابطه الثانيه هي دبر ستوب باش يمشي ترن الرابطه الثانيه هي جوار اللي هي محترفه في طرب في رابطه اولى اللي هي محترفه، معناتها نحكيوا على ليك دو محترفه رابطه اولى يطلب يتسلف الفلوس من عند اصحابه رابطه مستحق راه ماهوش عيب هو خاطر اللي تلز اوكي، اما علاش وصلنا هكا؟ علاش بطولتنا وصلت هكا؟ علاش المرحله هذه رانا وصلنا تحت الصفر؟ تحت الصفر انت برا مشي شوف الجامعه قداش من شكايه بكل جمعي برا، شوف شكايات ما تفيش دوسيات على بعض. باه انت قلت فريقك اللي تشرف به اللي هو النادي الافريقي وفريقك الام، لكن تبقى اللقطه الشهيره اللي ما نجموش نتعدوا عليها، معناتها مباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي اللي وقفت على الكوره وعملت برشا بوليميك. فهمت يوسف وزع اليوم نادم على اللقطه هيك ولا مش نادم ولا نجمو نقولوا ندخلوا في الاحتراف؟ لا اليوم لابس ماريو الملعب التونسي. نرجع شويه والله الموضوع هذا ما حابش يتسكر، طبعا عنده 4 سنين شنو خليك تعمل هيك؟ شنو يتسكر؟ والله ما عندي حتى نيه، ما عنديش حتى نيه. نجم تنجم تقول اللي يوسف خرج من جينيور معناتها ما خداش حقه اكثر، معناتها بينت لهم انت اليوم اللي ما جربت لها يوسف ولا حاجه في بلاصتها. انا خرجت عندي برشا ملي انا صغير، يعني مانيش حتى عبد، معناتها الفرضيه هذه نحيوها. نحيوها ليه؟ ليه نحيوها؟ تعرف علاش؟ هو حتى عبد يعمل معك العيب في حياتك تعدى شهر شهرين تبرد وتصفى القلوب ويتعدى الموضوع على روحه، فما بالك انت يا جمعيه عشت فيها سنين؟ قلت انت فما جمعيات زادت معناتها تعديت معهم باشكاليات، اليوم في علاقه طيبه معهم. ما تقلق يعني فهمت؟ خلينا نرجع في لحظه صدق، علاش تعملت اللقطه هيك؟ والله العظيم بارازار قبل بنهارين ماتش نتفرج في ماتش ريال مدريد صارت مارسيلو عملها بون، يمكن انا وما خممتش فيها راه، اما وقتها في لحظتها يمكن قعدت لي ريفليكس تفرجت فيها قداش من مره الفيديو قعدت ريفليكس صار ما عندي حتى ني. باهي والبوليميك اللي عملتها اللقطه من بعد معناتها اليوم هي اللي ممكن اللي اونتر بارونتيز راه فما ناس ديما تصطاد في الماء العكر. فهمت؟ يعني انا جمعيه وجمعيه اخرى وجمعيه اخرى،
اعطيك يشد على الجمعيه ديك اي حاجه باش باش يعملوا بوز في باجيت باش يفدلكوا على بعضهم اصحاب فهمتني. اما كبر الموضوع وكبر اكثر من حجمه خذي اكثر من حجمه خاطر ما خاطر الكلوب ما مانيش انا باش نوصل اليوم نصغر منها راه عمره صحيح جمعيه كبيره ولا ولا نادي فريق منجم حتى لاعب حتى سعيد مانيش انا باش نوصل يعني عمري ما كنت نتصور باش يصير هذاك الكل كان جيت نخمم انا ولا عندي اشتر هكا تخمين باش يصير هذاك الكل ما نعملهاش واضح كان يرجع بك التاريخ تعاود هاللقطه ليه, ليه 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 مستحيل ما تعاودش يدي صارت لي ترفع انا الموضوع هذا انا في السعوديه في دخلت الريستورون في جد بالزهر نلقى اللي يسربي تونسي يحب الكلوب ما حبش يسربين في السعوديه درني انا ما عندك هذا التعب ما تبع في اللحظه هذه والناس ما انت رغم ان الناس يعرفوا لي انت ما انت في دمك النادي الكلوب نعرف ولين نحب الكلوب وللحظه هذه ما نسيتش الموضوع واضح به خلنا نمشيو للسؤالات الاخرى معناتها احسن جمعيه لعبت فيها وحسيت بالانتماء فيها الجمعيه هذه في تونس في تونس ملعب الجيبسي الملعب الجيبسي ملعب الجيبسي كما قلت انت خاطر انا معناتها اللي هي التورنون تاع يوسف الفوزا هي حسيت قدري في الملعب الجيبسي بالقد باهي مدرب عنده الفضل عليك مدرب عنده الفضل والا باهي خنقولوا عنده الفضل كلمه كبيره فهمت اما مدرب من احسن المدربين اللي تدربت عندهم كنت قريب منه برشا خذيت منه حاجات لا سعد الدريدي لا سعد الدريدي يمكن لا سعد الدريدي اكثر مدافع يقلقك اكثر مدافع يقلقني واش اكثر مدافع يقلقني محور عاد بيفو محور. بيفو اكثر بيفو هي. في بلاصه ذكر ماتش الاسبيرونس فرانكو وكوليبالي زوز بجنب بعضهم وانا في وسطهم يمكن كشديت ساقي وخرجت نهار تاخير لا بلعب معاك ترتاح معاه برشا في اللعب لا بلعب معايا نرتاح معاه برشا حمزه حد وزاد في ليبوك الباهيه نتاعكم ديجا معناتها حمزه حد كان فما معناتها كنت تفكر حتى حد لا موتي ما بتعرفشت علاش خاطر حمزه حدا ما شاء الله عليه في لي ديول وفي الكومباتيفيتي وفي الاجريسيفيتي وميم تو عنده كاتوش نتاع الاولاد الكوارجي فهمت وانا كل بروفيل ما نحبش لا فكين لا تاكسي كراي حمزه ما شاء الله عليه في الريود هذيك تحب الزينه برشا انت في الكوره اي هيك هيك شوي شوي ماي كاليتي هي ماشي وحمزه ربي بقى لي ستر ما قلب ما شاء الله في التيران فهمت اوكي عاوني برشا باهي مهاجم تمنيت تكور معاه يعجبك بغداد بونجيح كاليتي كاليبر بقى لي الستر واضح احسن لاعب في تاريخ تونس في تاريخ تونس ليه نحكيش على تاريخ خاطر انا وقتاش تولدت تاريخ راه برشا في تاريخك انت معناتها ملي بديت انت مغروم بالكوره وسام الدراجي من احسن الملاعبين اللي برشا كوره برشا كوره باهي ما زلنا باش نواصلوا معاك وفي سؤال انا نحب نطرحه لانه اذا نحكيوا على لاعب معناتها بيرفورمون لاعب اعطاه برشا كلك سوا صحيح ما كورش جمعيات كبرى خاصه في السينيور ولكن مشى للسعوديه اليوم نقاط الاستفهام وبرشا يتسالوا علاش ما خديتش حتى فرصه في المنتخب الوطني التونسي اول حاجه تنهيدة. لا تنهيده اوكي اما اول حاجه اللي انت قلته ما لعبتش في جمعيه كبيره واضح ما لعبتش في جمعيه كبيره ديجا هذيا صعيب باش تلعب في المنتخب خاطر جمعيه كبيره ديما فما لي كود بوس فما برشا حاجات فما طلعوا الكوتا نتاع موضوع كبير هذا نتاع ليكيب ناسيونال اما انا الحقيقه نتاع ربي تحطيت يعني في ليست داتونت في مع كاسبر مش كاسبر زيك روجي لومير ومن بعديك قعدت نستنى وضربوا جواريت وفما جواريت خرجوا من ستاج بون طلعوا من ليكيب اولمبيك وما سهلش ربي ومشيت اما البريود اللي انا تقلقت فيها برشا وكنت نجم نمشي بريود اللي لعبت فيها في الممتاز مع العداله عديت بون تروا فوا خرجت في ليكيب نتاع ليكيب نتاع الجورني فهمتني
وكنت نجم نكون حتى في في في, في الجروب حتى ميسيلش ما قلتش انا باش نكون يعني. هي الفتره اللي قلقتك بها؟ قلقت. سؤال ما انت توا وصلي من الاولاد احسن جمهور؟ جمهور الافريقي. شنو رايك في اللي قاعدين يعملوا فيه في اللطخات وفي ال... شنو رايي؟ ذاكيش عليهم مواضيع هذوم. ريت حتى جمهور الكلوب تعديه الموضوع هذا يعني ما يستحقش حتى إذا حتى تلفزه حتى راديو باش يحكي عليه الموضوع هذا. عادة روتينية وليت. كي انت تقوم الصباح تفطر تخرج باش تعمل قهوتك هو عادة بالنسبة لي هو ما عادش يستنى حتى حد باش يحكي عليه. واضح واضح. تحية الجماهير الإفريقي بالرسمي الجماهير اللي قاعدة معناتها العالم الكل حكى على الجماهير الإفريقي مش كان كان احنا لنا في تونس. بون نحكي ولا معك معنا بزادة باش تدخل معنا وتعطينا رايك زادة يوسف. معنا سي محمد عبيدة صحفي رياضي نحكيه معه على نهائي كوبا امريكا وردة فعل نيمار تجاه البرازيليين اللي يشجعوا في الارجنتين. مرحبا بك محمد. اهلا بك. اهلا بكم. مرحبا. مرحبا. مرحبا مستمعي فيم الكل. مرحبا. عاد انت ولدي يا فيم. اي ولدي يا فيم. انت معناتها ما يعرفوك الناس الكل يعرفوك المستمعين. وي وي. ما يعرفوكش محمد عبيده يعرفوك حماو. حماو 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 به. هكا شنو رايك في اللي صار قبل نهائي كوبا امريكا؟ نحكيوا على ردة فعل نيمار تجاه البرازيليين خاصة بعد الصحفية وبعد مسألته الصحفية. معناتها شنو رايك في اللي صار هذا الكل؟ العالم الكل هو كان يتبع في اليورو يستنى في اليورو كي جاب فينال برازيل ارجنتين العالم الكل ولا يستنى في نهار السبت مساعة التعليل بوقت لحد الصباح مساعة التعليل بوقت تونس 9 نتاع الليل نهار السبت بوقت البرازيل في ماراكانا برازيل ارجنتين. الحدث السبيسيال اللي برازيل ارجنتين ما فماش ريفاليتي برا من الكوره ما ريفاليتي في الكوره ما فماش كيفها دونك نيمار خاطر فما برشا جماهير قاعده تعاطف برشا مع ميسي ومع الارجنتين قالت اللي تحب الكوب هذه يهزها ميسي خاطر ممكن تكون اخر كوب ميسي مع ينجم يهزها مع الارجنتين خاطر ميسي ممكن ياسر يكمل مسيرته مع الارجنتين بعد مونديال قطر 2022 دونك كوبا امريكا هذه باش تكون اخر كوبا امريكا ليو ميسي. نيمار كانت ردة فعله اللي هو صديق كبير برشا لميسي قال اللي يحترم الراي نتاع الجماهير البرازيليه مي فيتي على كذا كذا دونك نيمار قال انا برازيلي بكل فخر وكثير من الحب كان حلمي دائما ان اكون في المنتخب البرازيلي وان اسمع الجماهير تغني له. صحيح وي دونك مش حتى كان نيمار رقيت حتى الرئيس جاير بولسونارو رئيس تاع البرازيل جاير بولسونارو البارح في القمه اللي صارت ما بين رؤساء امريكا الجنوبيه عمل تحيه لالبرتو فرنانديز رئيس الارجنتين وقال له راه ما فماش عداوه ما بيناتنا ما العداوه الوحيده هي غدوه مع الماتش نتاع نهار السبت وباش نربحوكم فيه 5-0. البرازيليين ما يحبوش يخسروا الفينال هذا علاش؟ خاطر البرازيل لعبت 5 مرات كوبا امريكا في البرازيل وديما تهزها البرازيل 1919 1922 49 89 مع روماريو وعام 2019 مع جابيل خيزيس. الكوبا هذيك ما لعبش فيها نيمار قايس المره هذي باش يلعب نيمار هي ممكن تكون اول كوبا امريكا نيمار. صحيح. دونك نيمار يرفض بشده الطلب نتاع الجماهير البرازيليه اللي نحسوا اللي المنتخب البرازيلي هذا الفيرسيون سكراتش هذايا ما عندهش برشا تعاطف كيما البرازيل نتاع رونالدو نتاع قبل ولا نتاع روماريو. باهي حماو كيف نقول لك تكهناتك لنتيجه المباراه هذه؟ تكهناتي التكهنات الكل تقول البرازيل. خاطر البرازيل كيما قلت لك لعبت 5 إديسيون في البرازيل وهزتهم الكل هذه الإديسيون السادسه. اللي كانت ما تعبت الارجنتين و اعطينا 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 سكور كوريكت سكور كوريكت ما لازمش انا نحب الارجنتين متعاطف شويه مع الارجنتين ما نقول انا ممكن ضربه جزاء تربح الارجنتين ان شاء الله. واضح واضح باش نرجع لك اللي كنتي حماو ان شاء الله بعد النهائي النهائي اللي كما قلنا باش يكون نهار الماتش غدوه مع مساتين نتاع الصباح دونك نحكيو على صباح الاحد نهائي كوبا امريكا بين المنتخب الارجنتيني ومنتخب البرازيلي. يعطيك الصحه حماو على التدخل هذا وبيان سور باش تكون برشا ديزانترفونسيون معاك ما انك تفهم برشا في الكره العالميه وعندك الارقام وعندك
كل شيء. مرحبا بك قيس بنين حمام، من قبل عيط لي قيس 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 وانا ساكت فهمت خاطر جانا قيس حمام صديقنا، ولكن فرح بك وعطاك برشا معلومات على فينال كوبا امريكا. الحقيقه كل ما نسمعوا نحمو راني نشيخ كوره يحكي مليح كوره الحكايات نتاع الكوره، القصص اللي ديما عجبتني نشيخ كوره اي بالضبط به نحكيو على شعنا اليوم حكايه الكوره بعد الحكايه نتاع البارح مش تفاد ليك ماست كده. لا بدنا برشا تفاد ليك اليوم شعنا اليوم جست حلوه باش نخدموها. نحكيو اليوم حكايه الكوره على جست غريبه عملها لاعب المنتخب الالماني في السبعينات جونتر نيتزير. ركز معاه هذا يوسف اسمع الحكايه اكيد لازم يركز على خاطر جونتر هذا كان لاعب ميتالي وكان يلعب احسن لاعب في المانيا ما بين عام 72 و73 فاز ببطولة أمم أوروبا عام 72 وكأس العالم عام 74 مع المانشافت، وكما فاز زاد مارتين بالبوندسليغا عوام 69 و70 و70 و71 مع بروسيا منشن غلادباخ. الحكاية بدأت قبل بثلاث ساعات من مباراة فينال كوبا كأس ألمانيا، كأس ألمانيا عام 73 مع منشن غلادباخ ضد إف سي كولن. وقتها المدرب أنيس فايس فايلر مدرب منشن غلادباخ اعلم صديقنا جوتنير انه مش باش يكون اساسي في المباراه نتاع الفينال رغم قيمه اللاعب هذايا. وقتها جوتنير ما عجبوش قرار المدرب نتاعو وقرر في مرحله اولى مغادره الملعب انه مش باش يكون حاضر في الفينال، لكن زميله بيرتي فوغ كان خلط عليه وحاول انه يهدئه ويقنعه بالبقاء وهذا اللي صار. لعل المدرب نتاعو يغير رايه وكان العمل هكاك، لكن بطل قصتنا اليوم كما نقولوا احنا في تونس شيطانه كان في جيبو كان يخطط لحاجة اخرى، حاجة ما تخطرش على بال حتى حد من اللي موجودين في الملعب وقتها، وما تصورش كان زادة تنجم تخطر ولا خطرت في بال ضيفنا يوسف الفوزيعي هو كان يلعب لو كان المدرب نتاعه يقول له راك ماكش بكون اساسي في المباراة. مباراة الفينال هذه وقتها في الاصلي وفيها بتعادل 1-1 يوسف، وهنا قرر جونتير تنفيذ خطته الجهنميه وقرر انه يشارك في المقابله بدون ما يرجع للمدرب نتاعه، مش يعمل تغيير وخرج زميله كريستيان كلوك ودخل هو في بلاسته. وهوني الناس كل ما فهمت حتى شيء شنو اللي صار، حتى حد ما فهم حتى شيء، حتى المدرب نفسه ما فهم حتى شيء، لكن الحسن حظ صديقنا جونتير في انه كدخل بعد 4 دقائق تقريبا في الوقت البديل في دقيقة 94 دخل وسجل هدف الانتصار متاع فريقه وخليه يرفع كأس ألمانيا. بعدها بالضبط تحول للريال مدريد وحقق معه كأس وحقق معه المنتخب المشافت كأس العالم كيف ما قلنا الوقت ذلك عام 74، وبعدها انتقل للريال مدريد مع المارينجي فاز بزوز أبطال بطولة الليغا عام 74 و75 و75 و76 وبطولتي كأس الملك إسبانيا 73 74 موسم 73 74 وموسم 74 75 وأنهى حياته ومشواره الكروي في بطولة السويسرية عام 76 77. يظل يوسف ما تنجمش تعمل اللي عمله هو يظل لي هو كان على حاجة أخرى. ليه هو كان داخل بشي يلعب بيلانتيات شي ضايع قاروح وازكم ديمود نعرفش قديش ممر وقديش من تيتر ياس واضح. يعطيك الصحة قيس كل أسباب يعطيك الصحة إفكتيفمون كل أسباب يعطيك الصحة يعطيك الصحة زادة يوسف الفوزاي. كانت إيميسيون لايت كالعادة صيفي حكينا فيها شوية رجعنا بها لعدة مواضيع، إن شاء الله بالتوفيق ليك في تجربتك الجديدة ونخلي الكلمة الختامية. مرسي عليك حمزة ومرحبا بك وبارك الله فيك انت على الاستضافة وشكرا على الاستقبال هذا، وان شاء الله كنت خفيف ظل عليكم ومرحبا بمستمعين سبورسيف. مرحبا بك مرة أخرى يوسف، مرة أخرى نشكرك نشكر الفريق الكامل والمتكامل اللي أمن لكم في الإميسيون هذه 7 سيغ 7 على EFM أحلى راديو كل نهار كل الوقت هذا من الأربعة حتى للخمسة. احنا موعدنا يجدد غدوة كالعادة في نفس التوقيت. ما بقالي كانش نقولكم نشكر ليكيب الكل قبل ما ننسى وش خاطر يتغشوا عليها ونقولكم باي باي ناس كل تشاو تشاو.